صرخ ربنا في الحضور خرجنا من صلاة بعد صلاة الفجر مباشرة بعد صلاة الفجر واحنا خارجين من الصلاة طب الكروسة مباشرة عليه مباشرة في قلب الكروسة المقعد فيها القاعد بنام ومصبح في قلب الكروسة هذه تبعنا يعني ماشي كان الشيخ ماشي ماشي من دون سيارة هو ثلاث صواريخ ضربوه ثلاث صواريخ ضربوه هو بس عقده هو والمرافقين وكل اللي في الشارع كل اللي كنا مصلين بيجي 15 واحد انا اللي شفتهم بعينه وصافتهم في السياره يعني خبر اكيد ان الشيخ استشهد وشفته حاطينه في السياره بأذينا كمان ومرافقين واولاده التنين اللي مصابين وشيء منهم خطير وشيء الله ينقذ بحاله انا حمود وكان هذا صحيح هان ودوا الحمد لله على سلامتك ودوا على العناية ودوا على العناية انا كيفك هي معي خلاص معي الله يرحم 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 الله يرحم
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله